بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمناسبة أداء فخامته اليوم اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب عرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية الجديدة وبما يحقق وتطلع تطلعات وطموحات الشعب المصري نحو مزيد من التقدم والازدهار ومواصله مصر ممارسه دورها الاستراتيجي والريادي في المنطقه نصره لقضايا الامه العربيه والاسلاميه. وكل جلالته ان مملكه البحرين ستبقى على الدوام داعمه لجمهوريه مصر العربيه وشعبها في جميع الظروف معربا جلالته عن تطلعه الى العمل الوثيق لتعزيز العلاقات التاريخيه بين البلدين والشعبين الشقيقين وفي شتى المجالات وعلى الاصعده كافه